بانادول، راحتك من الألم الآن بشكل جديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في فقرتنا الطبية. هذه نتحدث عن الحقائب، حقائب اليد أو حقيبة الحقيبة المدرسية أو حقيبة السفر وتأثيرها، خصوصا إذا حملناها بشكل خاطئ على بس نقدر نزيد عليهم كمان الحقائب الوزارية ممكن تكون بدنا نشوف كيف شو تأثيرها. إذا مشاهدينا معنا في الاستوديو اختصاصية العلاج الطبيعي دانا دياب حلبي، أهلا بك يا دانا، صباح الخير. صباح النور. إذا بالفعل أنواع مختلفة من الحقائب بنستخدمها باغلب الاحيان بشكل خاطئ او بنحملها بشكل خاطئ، خلينا نبدا نفصل شو تاثير كل وحده على ظهرنا وشو المشاكل اللي ممكن تنجم عن ذلك. يعني اول شيء بيطلع منا هي وجع الظهر، ووجع الظهر لانه منه معود الظهر لهيك نوع من قصص انها تصير، ونحن هلا صار بعصر التطور عم نحمل كثير اشياء دائما على الشغل، كل يوم بدنا نحمل اللابتوب، نحمل شنطه ايد ثانيه فيها اوراق، حتى الاكل، حتى مثلا الماج اللي بيبقى حديد، فعم بيكون في كثير حمل. والظهر يعني هو 80% من العالم بدها تحس بوجع الظهر مره بحياتها، وعم بيكون ثاني سبب نروح عنده لعند الحكيم، ففي كثير اسباب. ونحن اليوم اكثر شيء حنركز على الحمل. هلا الاولاد بالمدرسه الشنطه كثير ثقيله وعم بتكون يعني اكثر من الوزن المطلوب اللي هو 10% من وزن الطفل، اذا كان عمره مثلا وزنه صار 40 كيلو لازم يكون 4 كيلو، وهذا نحن كثير بعاد عن هالموضوع. حتى شنطه الايد تبعت المراه مفروض انها تكون مش اكثر من 2 باوند ونص، يعني اللي هو كيلو وقية تقريبا، يعني عم بتكون ابعد كمان باشواط. انا خمسه او بين 5 ل 8 كيلو. ما هو بتتفاجئ كثير، يعني تجي الوحده عندها وجع ظهر او عامله ديسك او ليه انا صار عندي هيك، تجي بتقولي لها تنشوف شنطتك، تطلع انه كثير ثقيله يعني. فعم بيكون والظهر هو مثل اذا بدك السفينه وفيها شراع، العضلات والاربطه هن يوزعوا هالضغط بطريقه متساويه. هلا مثلا نحن بالاخص بنحملها على ميله وحده عم بيكون في عدم توازن. اذا بنحملها بايدنا ولا على الكتف؟ اثنين سوا على الكتف اذا كانت من هيدا من، وحتى اذا حملتيها بايدك حيكون في عدم توازن بالضغط على الظهر، في ضغط على العصب، بيصير في عنا تنميل بالايد، بتخف الدوره الدمويه، يعني عم بيكون في ضغط فعلي. وهلا الدراسات، في دراسه حديثه بكاليفورنيا بامريكا بتقول انه حتى في ديسك عملوا ام ار اي، صور مغناطيسيه للتلاميذ، لقوا انه عم بيصير في ديسك على الهي، عم نلاقي بعمر 15 حدا عم بيجي عنده ديسك. طيب طيب هون خلينا هيك على اساس نبدا نفصل شوي اكثر، يعني نفترض الكبار واللي بيكونوا حاملين كذا يعني حركه بشغله بايدهم مثلا اللابتوب مع شنطه اخرى الى ما دون ذلك، قد ايه مهم في انه توزيع هذا الحمل على اليدين التنتين، يعني مش بايد واحده نكون حاملينهم مريحين الايد الثانيه. ايه هو اول شيء لازم يعني اذا شغلتين بدنا نحملهم اكيد وحده مشان يكون في توازن، دائما ننقل بين ميله وميله. هلا اللي هو ما كثير بيحبوه اكيد وما حدا بيحب يسمعه، النصائح اللي بدنا نقول لهم اياهم كلهم بيعرفوها يعني، بس نحن بنحب نضوي عليها. أيوة. اكثر هي شنطه الظهر وقتها بتكون على الميلتين، يعني هي مثل شنطه المدرسه، حتى هي للكبار شنط اللابتوب. هلا في عندك الخصائص انه تكون فيها تكون هيك، وفيها تكون على فرد كتف، وفيها تكون هيك اوبليك. وقتها بتكون على اجمالا اللي هو انسب شيء يعني انها تكون على الظهر، بيكون الوزن يعني متناسق بقلب الظهر، منه على ميله اكثر ميله، المفروض ما تنزل تحت الخصر، يعني تحت الصره ب 2 انش ماكسيموم وعلى مستوى الكتف. معناته لازم تكون مشدوده، يعني مشدوده، يعني ما فيهم يكونوا هول مش مشدودين، ما في كل شنطه تجي تحتيها على حيال الظهر، وبدهم يكونوا عراض كمان، هول ستربس بده يكونوا عراض، وفيهم مثل كوشن شوي كمان. أيوة. ما يعملوا ضغط على هيدا بينطبق على شنطه ايد المراه، ولازم يكون فيها حزام من هون. ايه ليه؟ لانه بيصير ينزل الوزن على الخصر، بيصير يساعد، يعني وقت بتقسم انت الضغط مش على منطقه واحده بيصير اخف ضغط على الظهر بالبايوميكانكس تبع الظهر، بالبايوميكانيكيه تبع الظهر احسن تحط الوزن متنسق ومقسوم على ميله اكثر من ميله. طيب بس كمان مره انت يعني شوي ما اعطيتنيش الجواب الشافي. ايه قولي. ولك في حاله انه بالفعل كان في اكثر من حمل، قد ايه مهم توزيع الحمل على اليدين التنتين، واذا الشخص ضل مستخدم اليد الواحده رح ياذي كتفه، رح ياذي مثلا جسمه. ايه طبعا، يعني هيدي نقطه كثير مهمه، وقلت انا انه لازم يكون على الميلتين. لانه على ميله وحده، يعني مثلا اللي عنده التهاب بظهره سكوليوزس. أيوة. مثلا شنطه المدرسه او شنطه ثقيله مش رح تعمل هيدا الشيء، يعني ما في دراسه لهلا بتقول انه هي بتعمل الالتواء. أيوة. اللي هو في برم بالفقره. مزبوط. في شيء اسمه اتيتيود، يعني وضعيه
هي الجسم بياخذها، هيدي مثلا اعتبر 4-5 درجات فينا نصلحها، هيديك ما بتتصلح اكيد يعني الا اذا كانت كثير متقدمه وبدها عمليه. هيدا اذا نحن حمينا على فرد ميله نحن عم نزيد هيدي الاتيتيود، عم بيصيروا الدرجات اكثر، هذا الشيء بدنا نصلحه وبيصير في عنا شيء مستمر يعني التواء مستمر، بس بيتصلح اذا نحن اردنا نصلحه. فهلا شغله مهمه كمان انه وقتها بيكون ماسك هو من الميلتين، اذا الوزن بيزيح كثير ما منيح. نحن الشنطه اللي بدنا نحملها يعني مثلا لابتوب، بدها تكون شنطه لابتوب يكون لها مطرح ينشد فيها يعني الا مثلا فيلكرو او شيء تكون ماكنه شوي ثابته، تكون ماكنه وما يزيح. وبحملها قريب على جسمه قصدك؟ قريب على الجسم يعني. حتى اذا شنطه الظهر مفروض الاثقل شيء للكتب الثقيله اللابتوب يكون ملزوق بالظهر مشان الليفر ارم، يعني قد ما كان بعيد قد ما اصعب، قد ما قريب على الجسم قد ما اهيان. وما تكون واطيه لانه اذا واطيه وبتزيح كمان ما منيحه. فدائما وهيدي الحمله هيك بهالشكل كمان ما منيحة، لأن عم نعمل ستريس على العضلات هون وبتطلع على الرقبة. في يعني في طرق للحمل بتكون، يعني الواحد بغض النظر بده يحمل، بده يحمل الشنطة يحطها على ظهره، بده يحمل الشنطة يحطها على كتفه، بس طريقة ليشيلها عن الأرض، شو أنسب طريقة؟ حتى ما يعني كل العالم بتعرف بدها تنزل بإجريها، ما كثير بحبوها. يتني الركب يعني. يتني الركب، يترك الظهر ستريت، وحتى الولد يعني إذا بده يحمل الشنطة ما يشقلها بطريقة إنه ينزل ينحني لقدام، خليه ينزل على الأرض ويحطها من وراه ويشيلها، هيدي الطريقة اللي أنسب ويطلع بركبه. دائماً عضلات الإجرين أقوى بكثير من عضلات الظهر، فنحن لازم نستخدمهم تنخفف ضغط على الظهر. هلا وقتها بنستعمل ال 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 الشنطة اللي بالظهر مفروض يكون لها كمان مثل كوشن معين تيحملنا ظهرنا وما يكون يعني كمان القصص الصغيره بنحطها من برا. ودائما دائما دائما اهم شيء نحن ننظف الشنطه تبعيتنا، نكب الاوراق اللي ما بدنا اياها، الكارتس اللي مثلا ما بنعوزهم او بدنا اياهم بس نحطهم بالسياره، دائما يكون يعني في عندنا مثلا نعتبر اللابتوب يعني اخف شيء ممكن اللي هو نحن بحاجته نحطه بالشنطه. ايه يعني يكون مثلا الكيبورد والماوس مثلا بالبيت وبالشغل، ما نحملهم دائما معنا وين ما نروح. حتى في للكار سيت للاولاد مثلا الا مثل هيك مثل كوشن بيحطوها مشان الولد ما يضايقوا، فيهم يستعملوها مشان يخففوا الضغط على العضلات. احيانا بتلاقي انه في شخص بيندفع نحو حمل شخص ما بكونش عارف انه هالقد مثلا ثقيل، فبتلاقي فجاه واحد ظهره يعني تضايق، مثلا اضطر بده يحمل الشنطه يحطها بالسياره. كنت بتلاقيه حملها هيك وبعدين اخ يا ظهري صار يقول قديش غلط هذا. وفي هيدا غلط لانه بتعرف ليه وقتها بيكون في تراكم، هو ما حيحس انه هو في تراكم، كفيله مره واحده يشقل غلط يعني ينزل وهيك يشقل غلط تيظهر الديسك لبرا، بيصير في فتق بيصير يضغط على العصب. هلا اهم شيء نشقل بالايدتين ما نشقل ايدي، يعني شنطه السفر نقسمها شنطتين. وبدي اقول شغله انه اهم شيء هلا الشنط اللي لها دوليب هي كثير منيحه، بس نحن بنبرم لورا. هلا اللي اجدد من هيك انه 10 ثواني اللي اجدد من هيك انه اللي 4 دوليب نحن بنجرها، لانه دائما الدفش احسن من انه نشد بالورا. شكرا لوجودك معنا اختصاصيه العلاج الطبيعي دانا دياب حلبي على هذه المعلومات والنصائح. شكرا لكم. بنادول، راحتك من الالم الان بشكل جديد.